وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ هيثم الجندي محلل أسواق المال. أهلا بك أستاذ هيثم، وكيف تابعت أو كيف يمكن لقمة بريكس أن تعيد تشكيل موازين القوى الاقتصادية العالمية في ظل التطورات أو التوترات الحالية؟ بداية أهلا بحضرتك. إعلان كازان أو البيان المشترك لهذه القمة بيبرز إلى أي مدى هذه القمة ليها خصوصية عن كل القمم اللي سبقتها، يعني النسخة 16 من قمة تجمع بريكس بتطرح أفكار استثنائية لو أفلحت هتحدث تحول كبير جدا. يعني أبرز الأفكار اللي مطروحة أن يكون في نظام مدفوعات بديل، نظام مدفوعات يكون بديل لنظام سويفت العالمي اللي من خلاله الولايات المتحدة تكون هي المهيمن على المعاملات بين البنوك. المطروح دلوقتي في هذه القمة أو اللي روجت لروسيا بأن يكون في نظام مدفوعات تقتصر فيه المعاملات بين البنوك التجارية من خلال البنوك المركزية للدول العضوة من غير ما يكون فيه بنوك وسيطة أو ما يعرف ببنوك المراكلة الأمريكية اللي من خلالها الولايات المتحدة بتكون المراقب على المعاملات. فطبعا في ظل حالة الانقسام العالمي اللي موجودة الولايات المتحدة بتمارس نفوذ من خلال هذا الدور، من خلال سواء كان فرض قيود على دول بحرمانها من نظام التحويلات، مثلا دولة زي إيران محرومة من عام 2018 من نظام سويفت، روسيا بعد الحرب الروسية الأوكرانية عدد من بنوكها تم حرمانه. فالفكرة الطموحة أن تكون المعاملات بين البنوك من خلال استخدام رموز رقمية مدعومة بالعملات المحلية دون الاستعانة بالدولار الأمريكي. فطبعا دي واحدة من الأفكار الطموحة اللي مطروحة اللي طرحت في هذه القمة. أيضا فكرة أن يكون في بورصة لتجارة الحبوب، واحنا بنتكلم على دول عضوة دلوقتي غنية بالموارد، بنتكلم على روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، عندنا البرازيل هي الأخرى غنية بالموارد، دول نفطية ودول مستهلكة كبرى لهذه السلع زي مصر وزي إيران وزي إثيوبيا. فبالتالي أن يحصل تكامل بين هذه الدول من خلال منصة أو من خلال بورصة مشتركة يكون من خلالها يتم التسعير بدل من الاعتماد على البورصات الغربية في تسعير الحبوب، فدي أخرى فكرة طموحة. أيضا فكرة أن يبقى في بريكس كلير على غرار يورو كلير. اليورو كلير هي المنصة لتسوية معاملات أدوات الدين أو السندات اللي مقرها بروكسل، واللي من خلالها تم تجميد أصول روسية في قيمة 282 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. فدي أيضا فكرة طموحة أن يكون بين الدول العضوة منصة تجمعهم في هذه المعاملات الخاصة بسوق الدين أو سوق السندات. أيضا يكون في منصة للاستثمارات بين الدول العضوة، دي نقطة مهمة جدا أن يبقى من خلال المنصة دي يتم تعزيز الاستثمار بين الدول العضوة. فالقمة في هذه المرة لها خصوصية اللي احنا بنتكلم بعد توسيع عضويتها لتسع أعضاء، وفي طابور طويل من الدول دي الرغبة في الانضمام، يعني نتكلم على دول زي ماليزيا وزي تايلاند وفنزويلا، وطبعا أبرز الأمثلة للدول الراغبة في الانضمام تركيا. تركيا بلد عضو في حلف الناتو، وده أمر مثير للاهتمام إن يكون ليه رغبة في الانضمام للتكتل، هيكون ليه دور منافس في النظام الغربي. وتركيا ليها علاقات أو اعتماد كبير على دول زي روسيا، يعني مثلا روسيا بتورط لتركيا 42% من احتياجاتها من الغاز، كما انها بحاجه لاستثمارات من الصين. فبالتالي القمه ديت لو الافكار اللي طرحت فيها حققت نجاح فبالتالي ده هيحدث تحول كبير جدا. وحتى يعني اللي بيتزامن مع هذه الاجتماعات اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في توقعات صندوق النقد الدولي دول البريكس او الايمرجنج ماركت الدول الناشئه العضوه هيكون مساهمتها في النمو العالمي خلال الخمس سنين القادمين او القادمه اكبر بكتير من الدول الغنيه. يعني بنتكلم الصين خلال الخمس سنين القادمين حصتها من النمو العالمي هتكون في حدود ال 22% اكتر من اجمالي حصه دول مجموعه السبع الصناعيه مش المجتمعيه. يعني استاذ هيثم، بالاضافه الى ما ذكرت من فوائد وافكار طموحه تسهم فيها او تفكر فيها هذه القمه، قمه تجمع بريكس، كيف يمكن لمصر أن تستفيد من وجودها في هذا التجمع خاصة في الأمور الاقتصادية؟ أولا أن مصر تكون موجودة على الطاولة مع دول بهذه الحجم، فده بيؤكد ثقة لمصر وبيؤكد أن مصر يعني بتشغل دورها المستحق أنها تكون موجودة وسط هذه المجموعة من البلدان الفاعلة في الاقتصاد العالمي. نعم. الأمر الثاني أن مصر بحاجة لتعزيز التعاون وجذب أنها تكون في تقارب مع هذه الدول، فهي ايضا دوت امر يبقى ليه في الاخر امر او مساهمه ايجابيه في الحظوظ الاقتصاديه لمصر بان تقدر تجذب استثمارات من دول زي الصين مثلا او الهند. فده طبعا بالاضافه كمان ان مصر دوله مستهلكه او سوق استهلاكيه كبيره، فبالتالي برضو انها تكون على اتصال بهذه الدول الغنيه بالموارد فده ايضا امر مفيد.
فكرة تعزيز التعاون بالعملات المحلية خفف كتير لو تم اتخاذ خطوات أكبر فيها، إن يتم التخفيف على الاعتماد على الدولار اللي بيسقط كاهل الدول النامية وإحنا منها في بزيادة في العجز التجاري وضغوط على احتياطات النقد الأجنبي. ففي مكتسبات، ولكن محتاج يعني العنصر الأهم في هذا التكتل عشان ينجح في المستقبل هو أن يكون في وحدة في الرؤية وفي الموقف. يعني برضو من ضمن النقاط الإيجابية في القمة دي التقارب اللي حصل بين الصين والهند، أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم. طبعا كان في بينهم خلاف بقاله 4 سنين، خلاف حدودي، تم تجاوز هذا الخلاف. فلو الرؤى متفقة فدوت هيساعد كتير جدا في تنفيذ هذه المشروعات الطموحة. يعني في دول بتنظر للتكتل بأن هو يكون كيان منافس، والبعض الآخر بيرى أن يكون كيان موازي. ففي فرق بين الكلمتين، يعني الهند مش عايزة يتم النظر للتكتل منافس وموازي. تفرق، يعني الهند مش عايزة تنظر للأمر أنهم معاداة للنظام الغربي القائم. نعم. في حين روسيا ليها موقف مغاير، روسيا في تضام مباشر، فبالتالي عايزاه يكون بديل. يعني كلمة حتى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بأن هو بيعلق على بنك التنمية الجديد أن هو يكون بديل للمؤسسات اللي وصفها بمؤسسات بريتون وودز الفاشلة، بإشارة لصندوق النقد والبنك الدولي. ففي خلاف في حتة التصوير أو تصنيف التكتل هيكون قائم على أي أساس؟ على أساس أن يكون متعايش مع النظام القائم ولا بيسعى ليه إنه يحل بديله؟ هي دي النقطة الخلافية بين الأعضاء. حتى برضو في برضو بعض يعني التحفظات من جانب الهند على توسيع العضوية بشكل كبير وانضمام دول أكثر. فدي طيب النقاط لو تم تجاوزها. يعني هذا الاختلاف في المفهومين الخاص بأن يكون نظاما منافسا أو موازيا، يعني كيف يتم تفعيل أو تطبيق هذا إذا كان منافسا أو موازيا؟ يعني ضعنا في الصورة. يعني لو بنتكلم على انه يكون الكيان موازي، يعني معنى دوت انه يكون في مقبول ان يكون في معاملات بتتم من خلال النظام القائم عالميا، نظام التحولات الدولاري القائم، وفي نفس الوقت يكون التعاملات من دون الاعتماد على الدولار مقبول. لكن فكره ان هو يكون التعويل على نظام قائم فقط على العملات المحليه، فمعنى دوت اللي بيتم تجنب نظام سويفت بالكامل، فده امر اظن انه هيكون غير وارد خالص على المدى القصير والمدى المتوسط ان شاء الله. هيكون في تصدي. نعم يا فندم، اسمعك استاذ هيثم. لان ده هيكون في تصدي من جانب الولايات المتحده. نعم. هي الفكره ازاي يتم التعايش بين النظامين. التحول على النظام القائم مش امر هين على الاطلاق. التخلص من هيمنه الدولار مش امر سهل. صحيح. فايضا ده امر يدفع عن مؤسسات متعدده الاطراف، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ان هم يعيدوا النظر فيها التعامل مع الدول الاكثر احتياجا اللي بتلجا ليهم. ما ينفعش يكون التعامل بنفس الاليه القديمه، يكون باشتراطات بتزيد من الامور صعوبه وبفرض برامج تقشفيه اللي هو بيطلق عليه وان سايز فيت اول، ان يكون كل الدول بيصلح معاها نفس الطريقه في التعامل. نعم. ده برضو دافع ان البنك التنميه الجديد يكون له دور اكتر في مشاريع تنمويه تكون موازيه للي بيقدمه البنك الدولي، عشان نقول بقى منافسه موازيه. نعم. اذا الخلاف يعني حول آلية تطبيق هذا النظام اذا كان موازيا او منافسا، ربما يكون هذه نقطة من نقاط التفاهمات في هذه القمة. الاستاذ هيثم الجندي محلل اسواق المال، نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا جزيلا لك.